بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام أبي الحسين الحافظ الحجة مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 22 من الكتاب السادس، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين. قلنا من قبل أن الجلوس في السجدة في الصلاة، إحنا عندنا جلوس في الصلاة بين السجدتين جلوس، وعند قراءة التشهد الأوسط جلوس، وعند قراءة التشهد الأخير الذي يعقبه التسليم جلوس. أدي ثلاثة جلسات، وفي جلسة رابعة قال بها الشافعية وهي جلسة الاستراحة. كويس، يبقى إحنا عندنا أربع جلسات في الصلاة. واضح؟ عندنا يعني عند الشافعية. طب عند غيرنا ثلاث جلسات، عند غير الشافعية ثلاث جلسات. طب النبي كان بيجلس ازاي في الجلسات دي؟ المالكية ذهبوا إلى أن النبي أن الجلوس في الصلاة مطلقا بالتورك، ولم يأخذوا بالافتراش. التورك اللي هو إيه؟ يعني يجلس على وركه ويمد إيه؟ ويقدم قدمه اليسرى ويجلس على وركه ايه الايسر، ويفضل ناصب رجله اليمنى. ادي طريقه الجلوس عند مين؟ عند الملكيه. سواء جلس بين السجدتين، سواء جلس للتشهد الاوسط، او جلس للتشهد الاخير، فجلوس الملكيه هو التورك، هي السنه عندهم كده في كل الجلسات. وذهب الاحناف الى ان الجلوس لافتراش في كل الجلسات، أن الجلوس السنة فيه الافتراش في كل الجلسات، ولم يأخذوا بالتورك. ده مين؟ الأحناف. وهو الافتراش هو أنه يفترش قدمه اليسرى ويجلس عليه، ويخلي رجله اليمنى كما هي منتصف. يبقى الأحناف قالوا بالافتراش في كل جلسات الصلاة، والمالكية قالوا بالتورك في كل جلسات الصلاة، والشافعية توسطوا قالوا أنه يفترش في كل جلسات الصلاة إلا الجلسة الأخيرة التي يعقبها سلام فيتورك فيه. واضح؟ الجلسة الأخيرة التي يعقبها سلام يتورك فيه، فالتورك في الجلسة الأخيرة التشهد الأخير. لا، الافتراش دي عند التشهد الأوسط، عند بين السجدتين، عند جلسة الاستراحة، يعني يثني قدمه اليسرى ويقعد عليه، ده الافتراش. والتورك يقدمها ويقعد على وركه. كويس؟ لأن التورك فيه نوع استراحة، فيليق بإيه؟ بالتشهد الأخير. واضح؟ يبقى الشافعية توسطوا، قالوا بالتورك في كل جلسة يعقبها سلام. كل جلسة يعقبها سلام تورك، وأي جلسة لا يعقبها سلام يفترش. يعني معنى كده، إذا كانت عندك سجود سهو، لو في سجود سهو عند الشافعية ما تتوركش، لأن أنت لسه مش هتسلم بعد التشهد. تقوم تتورك إمتى؟ بعد السجدة الثانية من السهو تتورك وتسلم. فهمت بقى؟ فدي حتة دقيقة للشافعية لطيفة. يبقى أي جلوس، وكذلك المسبوق يجلس مع الإمام في التشهد الأخير، الإمام يتورك والمسبوق يفترش. لماذا؟ لأنه لا يسلم مع الإمام، هيقوم يجيب اللي عليه. واضح؟ وعلشان كده احنا بنعلم المذهب الشافعي نقول ايه؟ أن التورك في كل جلوس يعقبه سلام، لإخراج المسبوق وإخراج المنفرد والإمام في سجود في التشهد الاخير الذي يعقبه ايه؟ سجود سهو. طب والحنابله عملوا ايه؟
في المسألة؟ الحنابلة قالوا إن الصلاة الرباعية يتورط في التشهد الأخير، والصلاة الثنائية يفترش في التشهد الأخير، يبقى عندهم صلاة الصبح يبقى عندهم مش تورط فيه. فهمت بقى إزاي؟ صلاة المغرب مش رباعية، ما عندهمش تورط. طب الصلوات الرباعية الظهر والعصر والعشاء يتورط فيها، ده مذهب مين؟ الحنابلة. واضح المسألة؟ هنقرا بقى الاحاديث الوارده في هذه المساله. في فضل في الكلام ده؟ هو لو جلس اي جلسه صلاته صحيحه، الخلاف بين المذاهب في الافضل. فهمت؟ فدي هيئه سنه، لكن الصلاه صحيحه لو جلس باي طريقه. لكن الخلاف ايه هو الافضل؟ افضل هيئه. فالخلاف هنا في هيئه السنه. في افضليه هيئه السنه. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الإمام مسلم في صحيح الحديث 35 بعد 300 والألف، يقول حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه. هنا أي الفرش يده قدمه اليمنى، بالك على خلاف اللي احنا بنقوله لسه، لأن دي رواية تفرد بها الإمام مسلم عن دفع الصحابة. خد بالك بقى، دي تفرد بها الإمام مسلم، وقالوا أن النبي فعل ذلك لبيان الجواز فقط وليس هو للاستمرار. يعني خالف الهيئة في هذه الرواية لبيان جواز مخالفة هذه الهيئة، ثم واظب على الافتراش. واضح؟ وأنه كان يفترش اليسرى ولا يفترش اليمنى. ومعنى يفترش اليمنى هنا يعني إيه؟ إنه لا ينصب أصابعه باطن الأصابع بل يثني طبق الأصابع، يثنيها ويجلس عليها، ففعلها النبي لبيان الجواز. يعني معنى افترش القدم اليمنى يعني ايه؟ يعني تنى الاصابع اليمنى بدل ما بل الاصابع تبقى باطن اصابع القدم لمس الارض، خلاها عند الجلوس ايه؟ ظهر اصابع القدم هو اللي لمس الارض. ليبين جواز فعل ذلك اذا احتجته، اذا كان عندك الم في الاصابع مش مستحمل، لك ان تفعل ذلك ويكفي في رسول الله اسوه. يبقى النبي لما غير وسع للناس، لكن احنا الكلام الشافعيه فيما واظب عليه النبي. وعلشان كده خدوا الروايه دي قالوا فعلها النبي على خلاف العاده لبيان الجواز، ولكن السنه افتراش اليسرى وبقاء باطن الاصابع اليمنى كما هي. واضح؟ ليه كل ده مهم؟ ليه؟ علشان ما تقولش دي روايه ضعيفه خالفت ما هو اصح منها شاذا لا ناخذ بها، لا، لكن الروايه صحيحه. صحيحه والنبي فعل كده فعلا. وفعل كده فعلا ليه؟ علشان يبين جواز مخالفة الهيئة المعتادة، والصلاة تظل على الصحة. اتفضل. الحديث جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه. ايوه. يعني كيف الوضع؟ يعني جعل اليسرى يعني ايه؟ قدمها القدم. بين الفخذ والساق. ايوه يعني قدمها كده يعني ايه؟ يعني كأنه ايه؟ جلس عليها وافترش اليمنى. يعني كانه تورك. يعني اما يعملها بين الفخذ والساق يعني ايه؟ يعني كانه تورك وفي نفس الوقت مفترش الايه؟ القدم اليسرى اليمنى. يعني ما قعدش برضه على القدم اليسرى. وافترش اليمنى يعني ايه؟ جعل ظهر اصابع اليمنى على الارض، مش كده اهو، مش باطن. جعلها كده. كانه تورك مع ايه؟ مع افتراش اصابع اليمنى. ادي الصورة دي. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير الهيئة اللي اعتاد عليها لبيان جواز فعل ذلك، وكذلك ليكون سنة لمن وجد عذر لا يستطيع أن يجلس الجلسة المعتادة. فهمت؟ كل دي توسعة لهم. ولا نقول بإيه؟ بتوهيم الراوي. مفيش داعي إنك أنت تقول لا ده واهم الراوي، ده حقه افترش إيه؟ قدم اليسرى عشان يوافق باقي الروايات. لا، ما توهمش الراوي، لانه الراوي رجل ضابط. فالاولى ان تفهمها فهما صحيحا
لا يخالف ما هو أصح، وفي نفس الوقت لا توهم الراوي. واضح؟ لأنها موجودة كده في جميع نسخ صحيح مسلم بهذه الطريقة. ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، عادي اهو. يوضع وانت جالس بقى بتقرا التشهد، بتوضع يدك اليمنى اليسرى على الركبة اليسرى. طب واليمنى؟ بتقبضها وتشير بالسبابة عند قول أشهد أن لا إله إلا الله. كويس؟ طيب يوضعها والأصابع مفرودة كده في اتجاه القبلة، يعني على الركبة، ولا يلقم بها ركبته يمسكها وتبقى منحنية؟ النبي فعل الاثنين، لأن في رواية وألقم ركبته بأصابع يده، ألقم يعني كأنه تناها عليه. يبقى كأن النبي كان أحيانا يعمل كده وأحيانا يخليها كده، والحكاية سهلة. فما تقعدش بقى تصلي بقى وتبص للناس كده وتقعد تعدل فيهم وانت اصلا صلاتك كلها فيها خلل. في ناس بتعمل، سيبهم براحتهم، المهم بيصلوا. فهمت ازاي؟ لان النبي اراد ان هو ايه، لا يتكلف الناس في صلواتهم، تبقى صلاتهم كده يعني خالصه لله، فما يفعلش فعل معين وايه يعني قد يؤذيه في بدنه. يمكن الانسان ايه بيسند نفسه كده، عنده الم في ظهره فعايز يمسك ركبته كده وهو، ما تقوليش بعملها كده وانت راجل شباب سليم، وبعدين اما تبقى قده هتبقى عامل زيه. فايه يعني اعذر الناس، والامر واسع. وعن ابي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن عجلان حا قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة واللفظ له قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته. شوف يلقم، أي معناه أن ينحي يتنحني الأصابع، ويلقم كفه اليسرى ركبته. يبقى إيه الإشارة؟ تكون بسبابة اليمنى الإشارة، ويضع إيه إبهامه على الوسطى. شايف الإبهام على الوسطى؟ شوف أهو، أدي الوسطى والإبهام عليه، أدي معنى وضع إبهامه على الوسطى. كويس؟ وبعدين يشير بالسبابة عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله. كويس؟ يشير بالسبابة ويثبتها وينظر إليها. كويس؟ لحد ما يسلم. ادي الاداب عند الشافعي. طب والمالكيه يقول لك ايه؟ يحرك السبابه. المالكيه اخذوا بيه بروايه التحريك، في روايه برضه بالتحريك، والشافعي اخذوا بروايه التثبيت، وقالوا ان الاولى الثبات، لان الحركه الزائده في الصلاه مكروهه، فهي توافق القاعده في الصلاه من قله الحركه. طب وقالوا ايه على روايه التحريك؟ قالوا ان النبي فعل ذلك لبيان الجوارح، واخد بالك؟ وليس فيه السنه. السنه هي ما واظب عليه. واضح؟ يبقى المالكي تلاقيه ايه قاعد طول الصلاه يعمل كده، طول الصلاه. مش بتلاحظها عند بعض الناس؟ والشافعي يرفعها لما يقول اشهد ان لا اله الا الله، اول ما يقول الله يروح رافعها ويفضل ثبتها وباصص لها لحد ما يسلم. دي قرار ايه؟ دي قرار الشافعي. فهمت المساله بقى؟ طب افرض سببته اليمنى مقطوعه او مشلوله، لا يشير باي اصبع اخر. واضح؟ يعني ما يصيرش بقى بالشمال باليسرى، ولا مثلا لو قطعت السبابه اليمنى يشير بالوسط، لا. يبقى الاشاره خاصه بالسبابه، السبابه اليمنى، فان فقدت الحركه او قطعت لا يشير باي اصبع اخر. واضح؟ يبقى سقط في حقه سنيه الاشاره، لأنه إذا غاب المحل رفع الحكم. كويس؟ وعن أبي قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، دعا بها يعني أشار بها.
ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها، يبقى مره باسطها ومره يلقمها، يبقى الاثنين ايه؟ سنتين. يبقى قال لك يلقمها مره ومره قال باسطها، يبقى مره يفردها، يبقى كده حلو كده حلو، كده سنه وكده سنه. بس المهم تصلي يا ايها المصلي. وعن ابي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حمال بن سلمه عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 واشار بالسبابة، او 53 كده كده قبض ثلاثه، ادي الثلاثه ويروح عامل كده بقت خمسه 53 وبعدين يشاور كده، خدت بالك؟ ادي سهله يعني، لان تملي التجار زمان في الاسواق كانوا يشيروا من بعد من بعيد الاسعار فليهم اشارات، واخد بالك؟ كده يعمل له كده ب 53 عمل مش عارف كده تبقى 96 عمل كده مش عارف ليها اشارات انا مش حافظها، لكن التجار بتوع زمان كانوا حافظينها، كان يشاور بصابعه كده يعرف تعرف من بعيد كانه بيقول للايه للعامل بتاعه اعرض البضاعة بالسعر الفلاني. فهمت؟ ها؟ والوقت بقى يشيروا كده على مقربة. الجماعة اللي هم الإخوان. ربنا ينجينا وينجيهم مما هم فيه. وبعض الناس بتدعي إن إشارة الأربعة دي إشارة الماسونية، ما أعرفش أنا الحكاية دي. في بعض الناس بيقولوا بيدعوا هذا إن دي إشارة الماسونية. بس أنا ما أعرفش الكلام ده، في بعض الناس قالوا. فانتوا تروحوا للماسونيه اسالوهم انتوا شاركوا ايه؟ لو طلعت كده يبقى كلامه صح. لكن الله اعلم. لكن لا داعي للاشاره التي تؤدي الى المخالفه. اي اشاره كانت تؤدي الى الخلاف والشقاق بين الناس هتبقى ايه؟ لا توافق الشريعه، لان الشريعه تحب الوئام بين الناس وتوافق الناس والمواساه وعدم الشقاق وعدم خلاف ذات البين. فاي اشاره تؤدي الى خلاف ذات البين ما فيش داعي. واضح؟ المصريين لما يتضايقوا من حد يعملوا له ايه؟ كبة. ادي الاشاره، فاللي يعمل لك كده اعمل له كده. ده ما يعني ايه ما يصحش يعني. واخد بالك؟ وساعات يعمل له كده خمسه وخميسه. يعني خايف من الحسد. خمسه وخميسه ليه؟ عشان قل والله واحد اربع ايات. قل اعوذ برب الفلق خمس ايات. قل اعوذ برب الناس ست ايات. مجموعهم ايه؟ 15. ادي خمسه وخميسه. كانه بيقول له ايه يعني المعوذات. فهمت بقى يا سيدي؟ فدي معناها يعني اصلها جاي منين؟ يعني كانه لو خايف من الحسد فبيعمل كده يعني بيذكره بالمعوذات. علشان يمنع عينه. فهمت؟ وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن مسلم بن ابي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي انه قال راني عبد الله بن عمر وانا اعبث بالحصى في الصلاه. كان المساجد بتاعتهم مش مفروشه فكانت تبقى الارض فيها حصى. فطبعا ايه شباب صغير لسه بيصلي فقاعد يلعب في الحصى في الصلاه. كويس؟ فلما انصرف نهاني فقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام اللي هي السبابة بيسموها الموحدة كمان، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. وعن أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسلم ابن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال صليت إلى جنب ابن عمر فذكر نحو حديث مالك وزاد قال سفيان فكان يحيى بن سعيد قال حدثنا به عن مسلم ثم حدثنيه مسلم. باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته. السلام من الصلاة، ذهب الشافعية ومن وافقهم إلى أنه ركن من أركان الصلاة فلا ينصرف من الصلاة إلا إذا سلم، فإن أحدث قبل التسليم بطلت صلاته. هذا مذهب الشافعية ومن وافقه. ليه؟ لأن التسليم جزء من الصلاة بل جعلوه ركن، والركن في التسليم هو التسليم السلام عليكم فقط بس،
طب والباقي واليسرى والجهه اليسرى كل دي سنن، واخد بالك؟ لكن الاحناف ذهبوا الى ان السلام من الصلاه سنه، بحيث انه ممكن ان ينصرف من الصلاه باي طريقه غير السلام، يعني ممكن بعد ما يقرا التشهد يقوم يمشي، يبقى كده خلص صلاته عند الاحناف صلاته صحيحه. او بعد ما قرا التشهد الاخير يحدث يطلع ريح صلاته صحيحه، يعني يخرج عن الصلاه باي طريقه او يتكلم. يخلص التشهد كده وبعدين يقول لابنه اللي قاعد جنبه وضبوا لنا الغدا بقى يلا، واخد بالك؟ خلاص كده صلاته انصرفت صحيح. ده مين؟ الاحناف. ليه؟ لان لهم السلام سنه، وله ان ينصرف بالصلاه باي طريقه تخالف الصلاه، ككلام حركه او اي شيء من هذا او حدث انتقد وضوء. لكن الشافعي قالوا السلام جزء من الصلاه، ثم بعد ذلك اختلفوا هل يسلم تسليمتين ام تسليمه واحده. ذهب المالكيه لانها تسليمه واحده، عشان كده ما تروح المغرب وتصلي هناك في المغرب لا الناس يسلموا تسليمه واحده، عشان ملكيه كلهم ملكيه ما يعرفوش المزايا التانية. ليه؟ لان ذهب الامام مالك لان التسليم تسليمه واحده، واضح؟ طيب والشافعيه وباقي المذاهب زي الاحناف والحنابله تسليمتين، الركن تسليمه عند الشافعيه، طب التسليمه الثانيه سنه. فان اكتفى بتسليمه واحده يقولها في المواجهه ولا يلتفت، ان اكتفى بتسليمه واحده يقولها في المواجهه ولا يلتفت، عشان تبقى تصلح لجميع الجهات. فاذا التفت يبقى في الحاله دي تاكد في حقه ان يسلم التسليمه الثانيه للجهه اليسرى، واضح؟ يعني الثلاث مذاهب. نعم؟ عند الثلاث مذاهب ما عدا المالكية. اه. المالكية لما يسلم تسليمة واحدة ويبقى في المواجهة. المواجهة. اه. الجهلة بقى منهم لما يجي يسلم يلتفت ويكتفي بتسليمة واحدة. يمين. اه ويلتفت يمين ويكتفي بتسليمة واحدة، بس دي هيئة لا تليق، لأنه إذا اكتفى بواحدة تبقى في المواجهة. ليه؟ علشان تصلح لليمين ولليسار وللمواجهه، تصلح للكل. الشافعي عندهم امتى يلتفت؟ بعد ما يقول السلام عليكم، يعني يقول السلام عليكم في المواجهه، ثم يقول ورحمه الله، يلتفت وبعدين يرجع تاني يقول السلام عليكم ورحمه الله، يقول وبركاته. الاحناف قالوا اه يقول وبركاته، الشافعي قالوا كفايه يقول ورحمه الله. فهمت بقى ازاي؟ كل ده سهل يعني. في الجنازه، في الجنازه برضه نفس الكلام. في الجنازه اللي بيكتب تسليمه واحده هيكتب تسليمه واحده في الجنازه، واللي عايز تسليمتين هيلتفت. الحرم بيسلم الحرم بقى، يمكن ده قول عند الحنابله ولا حاجه، واخد بالك؟ يمكن، لان في الحرم بيكتفوا تسليمه واحده في الجنازه، مع انهم بيسلموا تسليمتين في الصلاه، واخد بالك؟ يمكن في قول عند الحنابله كده، هما بيدعوا انهم حنابله، الله اعلم هم حنابله ولا مش حنابله، لانهم احيانا يخالفوا المذهب الحنبلي. المذهب الحنبلي يجيز الحلف بالنبي، والمذهب الوهابي يقول الحلف بالنبي شرك. شوف قد ايه. فهم مش حنابله في كل الاوضاع يعني، احيانا يبقوا حنابله واحيانا يبقوا مش حنابله، والحاجه ماشيه كده ايه بالاهواء، فربنا ينجيهم وينجينا. انما ايه علاقه الحنابله بالوهابيه؟ عند الفرق إن الوهابية تبنوا مذهب ابن تيمية، وابن تيمية حنبلي بس، وهم تبنوا مذهب ابن تيمية، فنظروا لابن تيمية لقوا حنبلي فطلع حنبلي. أنا ليه طلعت الشافعي؟ لأن أنا لما أول ما حبيت إن أنا أتعلم الدين وأنا طالب في كلية الطب، قابلت راجل سوداني يدرس في كلية الشريعة اسمه الشيخ أبو بكر، فأنا قلت له أنا عايز أقرأ حاجة ما تكونش فيها خلافات عشان اتعلم ديني كده مظبوط، ما خدش كتاب يبقى فيه خلاف. قال لي اقرا صحيح مسلم بشرح النووي. فده اول كتاب جبته في الدين اقراه اصلا. صحيح مسلم شرح النووي، الكلام ده كان سنه ايه؟ 74 1974، كنت ساعتها طالب في كليه الطب في اول سنه ثالثه. فبدات اقرا فلقيت الامام النووي شافعي، فبقيت انا شافعي غصب عني لوحدي كده. وبعد شوية اتعرفت على الشيخ نجيب المطيعي طلع شافعي. بعد كده اتعرفت على الدكتور علي جمعة طلع شافعي. فاستمريت بقى على الشافعي خلاص. ربنا يسرها لي. فهمت؟
فكل واحد فكذلك الوهابيه تبنوا مذهب ابن تيميه، لا ابن تيميه حنبلي بقوا حنفي. فهمت ازاي؟ فالحكايه كده فحسب ما يتيسر. باب السلام للتحليل من الصلاه عند فراغها وكيفيته. وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن أبي معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله أن علقها. قال الحكم في يعني علقها يعني عرفها يعني استخلصها يعني عرف. يبدو أن كان في المدينة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه لما طالت خلافته وكبر سنه، فكان يسلم تسليمة الأولانية بصوت عالي عشان يعرف الناس، والتانية لأنه كبير في السن يوطي، فالناس اللي في الصفوف الأخيرة افتكروا أن الخروج من الصلاة تسليمة واحدة وانتشر هذا. فجاء الإمام مالك لقى أن عمل أهل المدينة بيسلموا تسليمة واحدة، والأحاديث بيقولوا أن النبي سلم تسليمتين، فالإمام مالك قاعدته إيه؟ تقديم عمل أهل المدينة على الحديث. فهمت ده الاصل جت كده. فانا بحكي لك الاصل جت ازاي. فلما جه سيدنا عبد الله بن مسعود مره بيصلي خلف احد امراء المدينه لقى بيسلم تسليمتين بعد ما كان انتشر التسليمه الواحده. فقال ان علقها يعني عرفت منين ده؟ لان دي سنه النبي يعني. فهمت ازاي؟ ادي معمل كده. لدرجة ان سيدنا الامام عثمان بن عفان كان في التكبيرات الانتقالية كمان كان لا يرفع صوته فيها، لدرجة ان بعضهم قالوا ما فيش تكبيرات انتقالية، ده بس الصف يشوف الامام ركع يركع، يشوف الامام رفع يرفع، يعني برؤية العين، فالمتابعة برؤية العين، لانه برضه في سبب كبر سنه وعدم وجود ميكروفونات، واخد بالك في الزمن بتاعهم، لان سيدنا عثمان تجاوز الثمانين من العمر وحكم المسلمين حوالي 13 سنة. فاهم؟ ففي أواخر أيامه عدة سنوات من أيامه الأخيرة كان لا يستطيع أن يرفع صوته. خصوصًا إنه طول الليل قاعد يقرأ قرآن كمان سهران. كان معروف إن هو كان يختم القرآن في ركعة وتر. سيدنا عثمان كان يعني مدمن قراءة القرآن، كان مداوم حتى إن ربنا أكرمه ونسب باسمه المصحف. فلك المصحف العثماني. شوف قد ايه لحد الى يوم القيامه اكراما له سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه مشتقين له والله ربنا يبلغ منا السلام. فالفكره ان ايه؟ ان علشان ما تستعجب ليه الامام مالك يقول تسليمه واحده؟ لانه ليه قواعد. هو انتشر حكايه ان اهل المدينه كانوا يسمعوا تسليمه واحده فابوا يسلموا تسليمه واحده، افتكروا ان هي دي السنه لقول النبي عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المدينة من بعد. مع ان سيدنا عثمان كان يسلم التسليمتين، طب الثانيه كانت تخفى عنهم. لانه كان يسلمها في سره بسبب كبر السن. فهنا نقرا ثاني ان اميرا كان بمكه يسلم تسليمتين فقال عبد الله اللي هو عبد الله بن مسعود ان علقها، عرفها منين ده؟ يعني اعجب بيه يعني. قال الحكم في حديثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وعن أبي قال وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال قال شعبة رفعه مرة أن أميرا أو رجلا سلم تسليمتين فقال عبد الله أن علقها. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. يعني كأن النبي كان يلتفت كده بحيث أن اللي خلفه يرى بياض خده لكمال الالتفات. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على باب الذكر بعد الصلاة غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين بما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.